السلام عليكم محبين كرة القدم ومجال المتعة والتشويق، وبطبيعة الحال دائما مع القناة الجديدة هيت ترولات الهربة مع هشام. أدعوكم من يشاهدنا أولا من فيقوم بالاشتراك، لأن سنعيش يعني أجواء حماسية كثيرا جدا، ويقوم بتفعيل الجرس وقيام ب يعني جام، وإن أردت فقم بها، وإن لم تريد ف يعني دورك هذا. المهم غادي نعالجوا بعض يعني بعض المواضيع، يعني غنجيبوا واحد الصور وغنشوفوا واحد المواقف مضحكه جدا من ابرز اللاعبين يعني نجوم كره القدم، وغنحطهم في واحد المواقف صعيبه وغنعلقوا لهم على الصور ديالهم، فتابعوا معنا ما تزابيوش حتى الاخر. يلا مستعدين نبداو مع اول صوره، وغادي تكون بطبيعة الحال غتسالي معكم الضحك، فربطوا معنا الأحزمة ويلا بينا نشوفوها. يلا نشوفوها دابا حاليا. ها هي الصورة كما كتشوفوا حاليا. أنا بطبيعة الحال صراحة يعني تعجبت من هذه الصورة، يعني كريستيانو رونالدو وميسي في مزيج واحد، يعني في طابق واحد، يعني عاد مول الفوتوشوب صراحة، يعني راه الله يعطيه الصحة، يعني جابها لاكس، يعني دخل لاعب كريستيانو رونالدو ودخل يعني الصفه ديال اللاعب ليونيل ميسي. ودابا راه المشكله كحله، دابا واش غندخلوا مزيج واحد؟ يعني غيولي الجماهير ديال الريال غتولي تتبع الجماهير ديال البارسا، يعني كي داروا لها هذه. وحاليا حنا كنشوفوا راه كل واحد شد طريقه، يعني اللاعب رونالدو مشى لمانشستر يونايتد، ودابا واللاعب ليونيل ميسي مشى لباريس سان جيرمان، مشى يدبر على الحبه. ايوا اذا هذه الصوره فهي ديمودي. نيكست ندوزوا للثانيه. ايه على الدون، ايه كريستيانو رونالدو سيدي، والجلسة والحطة لري، والله تعرف كي كتشبه المافيوزيين، والله بحال دوك اللي كيهربوا المخدرات اولا المشاهدين. وتخيلوا معايا دابا، وحنحطكم في واحد يعني واحد السيناريو، ان من الدون غادي يجي للمغرب ناري مشكلة، وبحال هكا راه غادي يجي وغادي ينعت المشجعين ديال البارسا، وغادي يبدا يتشفى فيهم بهذه الطريقه. يعني راه صراحه نشوف غير الطريقه اللي مدير، يعني هاكو يعني اسري فيكم. اش بان لكم في هذه يعني الصوره؟ وكنتظر التعاليق ديالكم. واصلا الى جا راه كلشي غادي ينوض بالرفيع، يعني الله يحضر السلامه، احنا راه ما عندناش البنيه التحتيه اصلا باش نحتضنوا يعني اللاعب كريستيانو رونالدو والمقومات ديالو باش يجي للمغرب. او المشاهدين جبتكم في الموقف ديال اللاعب ليونيل ميسي وحطيتو لاكس. شوفوا معايا الصوره كيبان فيها اللاعب ليونيل ميسي، يعني صراحه انا كنتاسف انه يكون بقى في البارسا، وان غادي يعني يتفقوا معايا يعني بعض يعني المشجعين ديال الفريق برشلونه، فكان غادي يطرى لي بحال هذا الشكل، بحال والو تو يتزاحم على شي بلاصه بشي مقاعد في البرلمان، شي مقاعد في البرلمان، وتو يولي يصوت عليه مال الاحزاب، وحيتاش ما غادي صافي السيد راه بقى مع البارسا، يعني راه البارسا راه غرقت ديون، والرئيس جوزيه بارتوميو مشى بحالاته، يعني طار لي السليكات ديالو، راه مشى بحالاته فر بعضيماته صحاح. يعني اللاعب ليونيل ميسي كون بقى في البارسا كانوا غادي يتشفاو فيه صحاب الريال، يعني المشجعين ديال الريال غادي يحطوا لي. المهم خليوني ساكت. المهم بطبيعه الحال حنا غنكونوا مراعي رسمي ديالو. بزاف والله الا بزاف، الشيء اللي دار الديزاين اللي دخونا التصميم ديالو والله يتتعدى عليه، والله ملي كتشوف اللاعب ميسي بهذا يعني الفيزاج ديالو، شو الطريقه يعني وضع ليه داك الفولار الزيف، يعني ولا مخنش. المهم نيكست نمروا للصوره المواليه اللي غتكون بزاف غادي تفاجئ جميع الجماهير اللي كيحبوا ريال مدريد، وكنهضر مع القحين يعني اللي كيتبعوا ريال مدريد من يعني من 2009 و2010، يعني من 2010 الفوق. فبقوا معايا ندوز للصوره المواليه. كما كتشوفوا معنا اللاعب اوزيل. والله الا تهلاو فيك من جميع الجوانب، شو دريب معايا المشاهدين الكرام، والكادو ما كيديرها، وي وي، والعينين بحال شي يلا شي تيلاد غيتزاد جديد. ولا يعني والله الا بزاف.
وترى عيني مبقبقين ياك، ما واقيلا يعني جرات عليه الريال حيتاش كان كيضرب السطوره واقيلا. لا فشوفوا معايا الصورة الموالية، بطبيعة الحال يعني كنشوفوا رونالدينيو طايح مشبح في الأرض، وبيناتو لاعبين يعني بغاو ياخذوا من الكرة، ولكن الغريب في الأمر المشاهدين أن هذه الصورة كتفكركم واقيلا في شي حاجة، يعني شي لاعب في المنتخب المغربي ديالنا. وبطبيعة الحال هذه اللقطة دارها بزاف كثيرا جميع المباريات، بخصوص يعني المباراة اللي تلعبوا يعني في كأس العالم يعني روسيا في 2018. فبطبيعة الحال هاد التكنيك كان كيستعملها واحد اللاعب او ما عرفتوش، نعطيكم مهلة تفكروا. 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9، ما عمري ما سمعت نيت انا، عمركم سمعتوا نيت؟ المهم هو اللاعب مرابط بطبيعة الحال، مرابط ماشي ربطة النعناع ولا ربطة يعني الشيبة، لا مرابط مرابط اللاعب القح بطبيعة الحال. عرفت انا متأكد بانكم كلكم تفاجأتوا وتفكرتوا هاد اللقطات اللي مرينا فيها بطبيعة الحال حنا كمشجعين المنتخب المغربي. بطبيعة الحال اللاعب مرابط يعني كان قدم يعني مشوار جيد يعني مع المنتخب المغربي، ويعني كان يعني كيمثل من اهم الركائز والعناصر بالنسبة للمنتخب، وكان كيعتمد عليه المدرب رونار، وللأسف يعني ذهبوا برونار وجابوا لنا مدرب ينقصه الحضانة وخاصوا إعادة الإدماج. الإدماج الإخوان، واش جايبين لنا مدرب يعني راسو الشيب خاصو هذا؟ راه خليني ساكت نكملو نقولو على ان مرابط يعني الحسكه بركابي، يعني فيما جيتيه لاكس، فيما جيتيه حارم معاك. وشرفنا بعدا في كاس العالم الفرقه اللي لعبنا معاها كيدخلهم بالتكنيك، يعني زعما كيقول لهم كل شيء ديالي، سيروا دبروا على ريوسكم نتوما. يلا ندوزوا المشاهدين الكرام الصوره المواليه، واللي يعني صراحه غادي تسالي معاكم بزاف، والهربه بزاف يعني بخصوص اللاعب كريستيانو رونالدو، وغادي تشوفوها حاليا قدامكم. بطبيعه الحال يعني عرفتي هاد الصوره غادي نخليها يعني خليكم منكم ليه، يعني صفيو معاه نتوما الحساب صافي، حيت دابا هو كيشوفكم بهذه الطريقه في شكل يعني داير داك وجه بحال هكاك بحال يعني مندهش. يعني يلا نخليكم في التعاليق وعطيوني الرأي ديالكم في هذه الصورة. يلا يا دي جي صاحبي اش كتسنى؟ طلق لينا شي ديسك يكون زوين وينشط لينا صاحبي الجماهير والمتبعين كرة القدم. يلا تمتعنا. اي 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 المهم مشاهدينا الكرام غنمروا لواحد الصوره يعني كما غتشوفوها هنا في الشاشه اليسرى ديالكم يعني الامام ديالكم، غادي نشوفوا على واحد اللقطه يعني اللي يعني بصراحه حنا عشناها يعني حنا في الصغار ديالنا، ومني كنا نلعبوا الكره كنا كنلعبوا بالفلوس، يعني ضروري كتلعب يعني ماتش ويعني صراحه بحال كتدخل الحرب ديال فيتنام، يعني راه صراحه يعني راه لما ما خرجتيش مشيتي للسبيطار يعني ديال العين راه هذيك ما يحيدهاش لك الطبيب، ما يحيدهاش لك الطبيب 100%. يعني بطبيعه الحال كلشي عاش تجربه، ويعني حتى واحد ما مرت يعني حتى واحد ما يعني ما تغافل عليها. يعني يلا المشاهدين الكرام غادي نختتموها وختامها مسك مع الطرولات الهربة مع هشام، لكل محب كرة القدم وعشاق كرة القدم غنفكركم بالايام اللي دزتو منا، وغنرصد لكم بعض الصور اللي يعني غتجيكم غريبة بطبيعة الحال، وغادي يعني تفكركم يعني في الطفولة ديالكم يعني كيفاش كعشوها، يعني باش كنا كنقصروا كرة مع ولاد الدرب، باش كنا يعني كنغامروا بزاف. المهم نخليكم ومع الموسيقى وغادي نشوفكم ونخليكم على السلامه ديالكم، اللي باقي ما مشاركش يشارك في القناه اش كيتسنى بطبيعه الحال المحتوى الجيد هذا فضلا وليس امرا، والسلام عليكم، خليكم مع الصور.